تقل من عالم التفوق لعالم التطوع والعمل الإنساني. لنحكي عن فريق مجد اللي كان له مساحة كتير كبيرة من العمل التطوعي والإنساني على الأرض. لنحكي عن آخر مستجداته، شو عم يحضر له من أشغال إلى علاقة بالواقع الاجتماعي، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع غالية الطباع، مؤسسة فريق مجد التطوعي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الفل صبايا. شكرا. أهلا وسهلا فيك غالية. شكرا على الاستضافة. بداية يعني فريق مجد التطوع 2020 موجود على أرض الواقع، عم بيقدم فعاليات حملات كتير عديدة. خلينا نوضح ونبدي حديثنا عن نشاط الحديقة البيئية، تعرفين عنه أكثر؟ تمام. اللي بيعرف اللي بيتابعوا فريقنا، وشكرا كثير للإخبارية اللي دائما بتشجعنا انه نشتغل اكثر. نحن بالمجال البيئي بالزراعه بهذا الشيء، فهلا حاولنا مع محافظه دمشق ومديريه الحدائق، وهم بتشكر سيد طارق كريشاتي، بتشكر مجد حلاء، ودي اتشكر معلش كمان مدير الحدائق سيد سومر فرفور، اللي كثير ساعدونا وكثير كانوا معنا حبابين، يعني انه نقوا الحديقه اللي بدكم اياها، واقترحوا لنا اكثر من حديقه انه نبلش ناهل الحدائق حديقة ورا حديقة. فبلشنا هلأ بالحديقة 5x4 بالمزة الشيخ سعد، قريب من الشيخ سعد فوقها. هي حديقة مهجورة بتحسي، وفي حواليها منطقة سكنية، في شوية ناس مثلا بالليل انه بتحسي اخدينا مرتع مو زيادة. فنحن محاولين بلطف انه نطلعهم شوي عن طريق انه نزرعها، عن طريق انه نجيب عالم نحط لهم ألعاب للولاد الصغار، بنفكر نحط مقاعد حلوة يقدروا يعدوا الكبارية بالعمر، نصب باطون أكثر لحتى العالم مثلاً اللي عندهم مثلاً صعب يمشوا أو يمشوا على العكازة أو على الويلتشير أو كذا، أنه يقدروا يمشوا أكثر بهذا المكان. فيعني أنه بنظري تأهيل الحدائق، وهم بدعي كل الفرق التطوعية مو بس فريقنا، أنه نساعد الناس بهذا الوقت يلي مثل ما بتعرفوا مو كتير سهل الواحد يطلع أهله سيران. لا، صار هي المنتزه الوحيد لكل العوائل اليوم هي الحدائق العام، ويجب أن يكون في توجه كتير كبير مو فقط من الفرق التطوعية، عملية تشاركية مع المحافظة إن كان في دمشق وكتير متعاونين. أنا مش هيك عم بحكي بس نعرف الموضوع مكلف، هيك لازم يكون في تشاركية بعملية التأهيل. في رقم حاطين ببالكم ولا لا فعليا بلشين بهي الحديقة قايلين بكون توصلوا لعدد معين من التشجير ولا عدد معين من الحدائق؟ والله ممكن لا، هي الخطوة الأولى. هلا هي الخطوة الأولى، بس أكيد بنتمنى نوصل لكل الحدائق بالشام وبكل سوريا بكل مدينة كمان، وتكون جواتها غابات صغيرة لهالحدائق، أماكن الواحد يقعد تحتها بهذا الشوب. يعني هلا بساحة الأمويين هديك مرة شجرة صغيرة شفت اثنين من الشرطة اللي واقفين هيك قاعدين تحتها، وهيك يعني إنه هيك قدر قاعدين جنب بعضهم ثلاثة تحتها، إنه قديش هي شغلة مهمة لازم عن جد نقدسها. يعني انه شغلي هذا الخضار، انك انت تورتي لبلدك خضار، هذا بكفي انه اختي ما لنا ضمنانين شيء بالمستقبل، بس ضمنانين انه احنا عم نعطيكم شيء اخضر، مستقبل اخضر نوعا ما. فاكيد نشتغل على كل الحدائق اللي بنقدر عليها، حديقه ورا حديقه. وبدي اتشكر كثير كمان شركات ما حقول اسمائهم انه عرضوا علينا يساعدونا. عم نفكر مثلا نعمل جيم خارجي جوات الحديقه، انه عالم بدها تتدرب مثلا ما عم تقدر تدفع بالجيم، تحطينهم الحدائق اللي بيتدربوا عليها بحديقه معينه، تحطي بحديقه معينه باسكت بول بس هي تبعها مثلا هالشباب اللي بدهم مثلا يلعبوا انه يوجهوا حالهم للرياضه. في عدد من المؤسسات حاولت تشترك معكم؟ كثير حبابين. في اكثر من حدا عم يقلنا انه نحن معكم، قدموا لنا شو المشروع، شو كل حديقه بناسبه. هلا مبدئيا الحديقه اكثر شيء بناسبه العاب للاولاد صغار، مجسمات صغيره. كمان في طلاب بالكليه الفنون الجميله بفريقنا ومهندسات ديكور عرضوا انه يعملوها تطوع، يعملوا لهم هيك مجسمات يقعدوا عليها الاولاد كذا هيك. تمام. خلينا نحكي عن اليه العمل ضمن الفريق اليوم. عندكم اليه عمل منظمه، خلينا نوضح ونشرح عنا اكثر كيف ممكن بيتم التخطيط والتنفيذ لهيك مشروع او مبادره. هلا هون اول شيء بدي اتشكر فريق التنظيم عنا بفريق مجد 2020. الشباب عن جد ما بيقصروا، بيجوا خليني اقول لك ببساطه، اول شيء بيجيبوا الاكياس الحاويات مثلا، بينظفوا المنطقة كلياتها، بعدين مثلا بجرفوا التربة أكثر. هلا حلاوة الحديقة اللي احنا فيها انه فيها بير هي اصلا، عملوا تخطيط عن طريق حدا مثلا من المهندسين الزراعيين بفريقنا، انه مثلا نصورها بالمرجان كلياتها، بالزوايا سرو، بالنص شجر مسمر مثلا، وين بدك تحطي الكراسي بطريقة عشوائية حلوة مثلا مع طاولة، واهم شيء يكون فيها حاويات يعني لجنب كل طاولة. لانه هلا كثير عم نلاقي نقص، مثلا بتمشي الشارع كلياته ما بتلاقي شيء تكبي المحرمه اللي معك، يعني اذا
يعني اذا انت منيحه بتخبيها معك شنطتك تلاقي مكان، في عالم خلص بدها تتركها بتكبها. صحيح. فكتير كمان هي مهم نركز عليها بالحدايا. اكيد. ذكرتي خلال حديثك انه في عمليه تشاركيه مع فريق مجد التطوعي وبعض الشركات ان كان وبعض القطاعات ان كان قطاع خاص ومن خلال شاشتنا، يعني شو بتحبي توجهي كلمه لكل المعنيين ممكن يساهموا؟ يعني احنا عم نقول مش حديقه، هي الخطوه الاولى حديقه واحده، ممكن الاستمرار لترميم كافه الحدائق، لانه نحن بنعرف هي المنتزه الوحيد صارت لاغلب الناس بسبب الغلاء المعيشي الكبير اليوم اللي عم نعيشه للاسف مستمر. اي حدا عم يسمعنا وحابب يشارك معكم يعني خطواتكم انسانيا انتم عم بتساعدوا اولاد بلدكم واولاد اطفال صغيره ما لها مكان تروح عليه، مخنوقه بهالبيت، هن اصلا ما شافوا شيء بهالحرب، يعني على الاقل يكون في جنينه حلوه، شيء اخضر، شيء امان يقعدوا يلعبوا فيه، مو كل شيء يعني اجرد وهيك. ودينيا يعني هي صدقه جاريه مثلا لكم، اذا كان العالم بيامنوا فيه عن طريق الدين، انت هالشجر حيدعي لك، انت عم بتساعد عالم، عم بتوجه هالشباب بدل ما يروحوا يصيعوا بالشوارع ويعملوا شغلات غلط، لا يلعبوا رياضه بمكان متخلي هالكبارية يلي ما معهم مثلا مصاري يقعدوا ببيتهم، بيتهم لا في برندة ولا في كذا، انه ينزلوا يقعدوا بمكان حلو. فبتمنى كل حدا يمد ايده يعني لقلنا عن طريقكم او اي كذا، وهي اخر شيء ما عندهم مشكله المحافظه يحطوا اسمهم لهم، هي اعلان لهم كمان، ان كانت شركه طيران، ان كانت شركه حديد، ان كانت شركه محافظه شريك معكم بالتسهيل ولا حتى ماديا؟ لا هن عم قدمين لنا الشجر. انت بتعرفي نحن فريق تطوعي يعني ما لنا جمعيه لحتى نقدر كثير يعني نعطي، بنحاول قد ما فينا، بس لا الحمد لله كثير كان حلو منهم انه قدموا لنا شجر. وهلا يوم الاثنين عندنا زراعه الساعة 3:30 الظهر، تفضلوا بنات. كم شجرة حاطين؟ هلا منزلين 500 شجرة هلا، لأنه بنبلش بالمرجان، نحن زرعنا اوريدي المسمر جواتها. في نوع معين من الشجر؟ نوع معين؟ في أنواع مشكلة، مثلا حاطين عند المدخل الشوك هي الحلوة اللي هيك بتكون على المدخلين، وهلا مبلشين جوا مسمر جواتها، في توت، في أكيدنيا، في هيك أشياء، والعالم تقطف وتاكل. وطبعا هون بدي أتشكر كمان الجيران، وفي كنيسة كمان على الطرف كتير هن قالوا بيساعدونا بالرعاية، لأنه بتعرفي أهم من الزراعة الرعاية بعد الزراعة. أكيد. فهن والسكان اللي هونيك اللي بيشتغلوا بالمحلات إجوا وزرعوا مع فريقنا وهيك، يعني 500 شجرة بدها كتير عالم. صحيح. فإذا بيجوا عنا عالم أكتر يوم التنين بيكون أعظم. تمام يعني. غالية يعني هيك نوع من النشاط قد ممكن اليوم يغرس فكرة بالوعي البيئي عند الناس بشكل عام؟ الوعي البيئي هي شغلة يعني ليك شايفة الحمى اللي نحن عايشينها، ودوركم إذا فينا نقول دوركم كفريق اليوم بزيادة الوعي عند الناس حول موضوع البيئة والطبيعة. تماما، نحن كتير مآمنين كفريق بهي القصة، كل فريقنا يعني كل دائما بيحاولوا يدقوا معلومات، يورجوا صور، يحطوا على السوشيال ميديا على طريق الصفحة، أنه قديه مهم يكون الواحد واعي لهذا الشيء. البرد يلي عشناه بالشتاء هو له علاقة بالبيئة، الشوب يلي هلا عم نعيشه له علاقة، يعني قديه في تدني لدرجات الحرارة بيكون إذا كان عندك غطاء أخضر أكثر. طبعا هون كمان اكيد من كثير نحن حزينين، ونعلن اكيد عن طريق قناه الاخباريه نحن جاهزين للاستجابه الطارئه بالنسبه للحرائق للاسف اللي هلا عم بتصير بمناطق من سوريا بكل العالم، يعني أكيد. بسبب ارتفاع درجات الحراره، فمشقيتها واماكن كثير حلوه كمان، اماكن جميله ان شاء الله يا رب هيك فعليا الله يحميها وترجع آمين. مثل ما كانت. واحلى ختاما غاليه دائما مع فريق مجد في اشياء جديده، يعني انت ما بتقعدي بتمني بتحبي الشغل وتحبي الاستمرار بهيدا المجال والعمل التطوعي، شو حاطين ببالكم؟ لانه فعليا نحن يعني بالاخر 4 شهور من السنه حاطين هدف ببالكم لتكملوا ضمن هي السنه ببعض المشاريع اللي عم تقوموا فيها. صراحه اول شيء شكرا لك وشكرا لكم كلاتكم وللاخباريه، شكرا لفريق مجد الحلوين يلي هن بيضلوا عم يعطوا كل يوم افكار 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 على الجروب، انه خلونا نعمل هيك، خلونا نساعد هيك. مبدئيا بالصيفيه افكارنا كلها متجهه للحدائق، وننسق ونشبك مع عالم انه يجوا ويساعدونا بكل حديقه شركه شكل مثلا لحتى انه نعملها اجمل. ومن بعد الحدائق ان شاء الله بس لحتى نرجع لموسم الزراعه الحقيقي، لا نرجع نزرع بكل سوريا بكل انحاء إن شاء سوريا الله. اكيد. بالختام الاعلاميه غاليه الطباع بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ونتمنى لكم كل التوفيق. صباحك كله شكرا كثير، يعطيكم العافيه، مجهود كبير عم تقوموا فيه وشغله كثير حلوه اليوم الاتجاه لاعاده ترميم وتاهيل جميع الحدائق ان كان في دمشق وريفه، بنتمنى توصلوا لكل الحدائق.
الداخلية بدها شغل اليوم. شكرا كثير لك. شكرا. اخر شغله معلش على السريع. اكيد بدي اتشكر في عائله اب واولاده عم يروحوا لحالهم على حدائق ويأهلوها، ما لهم بفريق ولا شيء، نحن ما قدرت اوصل لهم، بس انه من اكيد تحيه لهم كل حدا شفنا ذكرناهم اكيد رأس. تحيه لكل حدا فعليا خايف اليوم على بلده وعم يقدر يساعد ضمن امكانياته الموجوده. شكرا كثير لك. نورتي صباحنا غاليه.